سجل يا صريخ نحو النصر والتحرير، نحو النصر والتحرير. شعب فلسطين سير سير، فلسطين سير سير. شعب فلسطين سير سير، فلسطين سير سير. نحو النصر والتحرير. فرنسا والميريكان، فرنسا والميريكان. اسمي مجد، فلسطيني، أعيش في المغرب منذ سنة ومتزوج من مغربية ولي عائلة هنا، وأبعث بكل آيات الصدق والمحبة لأهلنا في فلسطين وفي غزة الصامدة، ونقول لهم اصبروا وصابروا إنكم أنتم الأعلون. المغرب جميعا على وقوفهم الأسطوري، وقفتهم الصامدة الذين يساندون فيها الشعب الفلسطيني ويساندون القضية الفلسطينية، وهذا معروف عن الشعب المغربي كغيره من الشعوب الحرة الأبية التي دائما تقف مع القضية، مع القضية الصادقة، مع الحق، مع العدل. والحمد لله رب العالمين. الذي حدث هو قضية غير إنسانية، وهذا معروف. هم يتغنون بالهولوكوست وهم يمارسون الهولوكوست نفسه حاليا. آلاف الهولوكوستات حدثت في فلسطين وفي غزة. بالأمس ضربوا كنيسة مسيحية، لا يهمهم إن كانوا مسلمين أو كانوا مسيحيين، إنهم فقط يريدون تدمير غزة ويريدون تدمير المقاومة، لكن خسئوا، لا يستطيعون بإذن الله الواحد الأحد. منذ بدء المجازر على سكاننا وأهلنا في غزة، جئنا نندد بهذه المجازر أمام الصوت الرهيب للعالم، يعني بأسره للحكومة العربية ولا الغرب ولا الأمريكا، كلهم يعني يديرون وجوههم تجاه ما يقع في فلسطين وفي غزة الأبية. نحن كشعب مغربي ندين هذه المجازر وندين الإرهاب، نحن وندين التطبيع. نحن بريئون وأبرياء من التطبيع. وتحية للمرأة الغزاوية، وتحية للمقاومة، وتحية لحماس وكل الشعب الفلسطيني، وتحية فلسطين حرة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.